أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. جاء إلى هذا العالم بمعجزة وخرج منه بمعجزة أكبر، شخصية فريدة من نوعها لم ولن تتكرر في التاريخ البشري، حتى أن العالم قسم التاريخ البشرية إلى قسمين، فأصبح التاريخ يحسب بقبل مجيئه وبعده. لا يوجد من يماثله في المحبة والرحمة والكمال، فريدا في محبته ووداعته، فريدا في حكمته وتواضعه، بل فريدا في قداسته وغفرانه. أتى ورحل من دون خطيئة واحدة، تعاليمه أنقى وأفضل ما نطقت به شفاه إنسان، وكان يجول يصنع خيرا وما زال. ولكن من هو هذا الشخص ومن يكون؟ العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقامون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيه. إنه النور والحق والحياة، من آمن به وإن مات فسيحيا. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. إنه النور الآتي إلى العالم، لا ليدينه بل ليخلصه. هو ابن الله الحبيب، وحمله الذي سترفع به خطايا العالم. إنه الرب يسوع، جاء إلى هذا العالم من أجلي ومن أجلك. عاش ولم يملك درهما ولا دينارا، للثعالب أوجرا ولطيور السماء أوكارا، أما هو فلم يكن له أين يسند رأسه. إن ولادة المسيح بدون أب أكبر من كونها مجرد معجزة خارقة للطبيعة البشرية. إنها معنى ومنطق إلهي وعمق روحي، ودليل إثبات بأن هذا المولود لم يأتي من البشر، بل جاء من الله للبشر، يحمل صفات وخصائص إلهية ليس لها أن يكون لها أب، لذلك لم يعرفها في حينها إلا القليل. وإن تشبيه معجزة ولادته بخلق آدم لتصغيرها تشبيها غير دقيق، فآدم خلق من أديم الأرض لذلك سمي آدم، أما المسيح فولد بطريقة إعجازية فريدة لم يولد بها أحدا قبله ولا بعده. ثم إن آدم كان ينبغي له أن يولد من دون أب، فهو أب البشرية، إنما عند ولادة السيد المسيح كانت الأرض قد عمرت من الآباء والأولاد. لم يكن المسيح يستشفي المرضى، بل كان هو يشفيهم. ولم يكن يستغفر للمذنبين، بل كان هو يغفر لهم. ولم يكن يستعطي للمحتاجين، بل كان هو من يعطيهم. إنه الآتي من الله، كان يأمر الموتى فيقومون، يمسح البرص فيطهرون، ويزجر في الريح والبحر والطبيعة فيهدؤون. لم يعاقب ولم يبطش ولم يقتل، بل أحب إلى المنتهى. لقد كان هدفه موت الخطيئة لا موت الإنسان. لم يهتم لتنفيذ العقوبة، بل لتحرير الإنسان من ذنوبه. فلم يكن المهم أن ينفذ حد الرجم في الزانية، بل الأهم هو إنقاذها من خطيئتها. إن الهدف لا موت الإنسان، بل موت الخطيئة، لينجو هو ويربح الحياة الأبدية. إنه هو المنادي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو الموصي بأن أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل المسيئين لكم. إنه الإله المخلص الفادي، القائل لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إنه الرب الذي يقبلني بعيوبي فأتوب في أحضانه، والقائل سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، لا
ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع، ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. آمين.